الحرب في غزة تلقي بظلالها على عدد من جوانب الحياة، لعل أبرزها أزمة الإمدادات الإنسانية المتفاقمة، لا سيما منذ بدأت إسرائيل توغلها في رفح قبل نحو أسبوعين، وبالتالي إحكام سيطرتها على المعابر البرية وحتى على الرصيف العائم الذي شيدته الولايات المتحدة لتسهيل دخول المساعدات التي وصفت بالمحدودة جداً. التحذيرات الأممية من قرب مجاعة وكارثة في القطاع ليست بالجديدة في ظل منع قوات الاحتلال دخولها، لكن الأمم المتحدة تعود لتحذر من جديد من خطر المجاعة ووقوع الكارثة في وقت تواصل فيه إسرائيل إغلاق المعابر ومنع 3000 شاحنة مساعدات من الدخول بحسب الأمم المتحدة. الأمم المتحدة مقابل العراقيل الإسرائيلية أعلنت أيضا تعليق توزيع المواد الغذائية في مدينة رفح، والسبب وفق ما ذكرته هو نقص الإمدادات وانعدام الأمن، كما أكدت عدم دخول أي شاحنات مساعدات بحرية خلال اليومين الماضيين عبر الرصيف العائم الذي أنشئ على ساحل غزة. الولايات المتحدة وفي تعليق مقتضب قالت إنها تعتقد أن أغلب المعونات التي دخلت عبر الميناء العائم شمالي القطاع والتي يبلغ حجمها 570 طنا من المساعدات لم توزع بعد بسبب المصاعب الجارية. بدورها وكالة الأونروا أفادت أن أغلب مراكز توزيع الغذاء في رفح أصبح من غير الممكن الوصول إليها، ولا يبدو الحال مختلفا في مراكز توزيع تابعة لبرنامج الغذاء العالمي بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية شرقية المدينة. نفاد الغذاء وشبح هو شبح طبعا بات يلاحق وسط غزة أيضا. برنامج الأغذية العالمي نبه من بدء نفاد الغذاء في المنطقة التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين الفارين من رفح في نزوح جماعي، الذين أقاموا الآن وسط القطاع مخيمات جديدة واحتشدوا في مناطق دمرتها بالفعل هجمات إسرائيلية سابقة. المجاعة تلاحق القطاع. المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذرت من وضع يشبه المجاعة سينتشر إذا لم يستأنف إدخال الغذاء والإمدادات الأخرى بكميات وصفتها بالهائلة. وبهذا تنفق المنظمات الدولية كافة أو تتفق هذه المنظمات على أنه لا بديل عن المعابر البرية إذا أرادت إسرائيل حل الأزمة سريعا. للوقوف على هذا الموضوع تنضم إلينا السيدة إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. أهلا بك سيدة إيناس، يعني وضحي لنا صورة ما يجري اليوم في قطاع غزة. المساعدات مكدسة بآلاف الشاحنات على المعابر لا تدخل، تمنعها إسرائيل من الدخول، حتى المساعدات التي تدخل عبر الممر المائي الذي شيدته الولايات المتحدة لم توزع حتى اللحظة، والمعاناة الإنسانية تتفاقم. وأنتم في الأونروا أعلنتم وقف توزيع المواد الغذائية في رفح بسبب الوضع الأمني ونقص الإمدادات. أهلا بك. يعني بالتأكيد الظروف لا تزال كارثية ومأساوية في جميع مناطق قطاع غزة، ما يفاقم الأمور الصعوبة الآن وضع المزيد من التقييدات على دخول المساعدات الإغاثية. يعني نحن نتحدث منذ السادس من مايو مثلا لم نتسلم عدد كافي من الشاحنات، كون المعبرين في مناطق جنوب قطاع غزة رفح وكرم أبو سالم مغلقان بشكل شبه كامل. يعني حسب التقارير لدينا 69 شاحنة فقط خلال الأسبوعين الماضيين منذ السادس من مايو. يعني هذا عدد هزيل جدا لا يكاد يكفي لأي حاجات للنازحين، حاجات ضخمة ومهولة وغير مسبوقة. كنا قد رصدنا مثلا في شهر أبريل وأوائل أيام في أيار تحكم بسيط جدا على عدد الشاحنات التي تدخل من معابر الجنوب، ما يقرب من 200 إلى 250 شاحنة بشكل يومي، وكنا نقول أيضا أنها غير كافية لأنه نحن نتحدث عن أكثر من 75% من الناس ينزحون، والموجات موجات النزوح لا تزال مستمرة من مدينة رفح.
أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من مدينة رفح وينتقلوا إلى أماكن إما مدمرة مثل خان يونس مثلا، لا يوجد بها يعني مباني صالحة للاستخدام، أو أماكن مثل المواصي ليس بها خدمات كافية وهي مكدسة أصلا، والمناطق الوسطى يزداد الضغط عليه فيها على الخدمات التي تقدمها الأونروا، بالتالي الوضع يزداد كارثية هنا. الأعداد الشاحنات التي كنا نطالب بها وأن تصل إلى مثلا على الأقل 500 شاحنة لم تدخل منذ أشهر، والآن نتحدث عن عدد قليل جدا جدا من الشاحنات والآن توقف كامل طب لهذه سيدة إناس، ماذا المساعدات عن الإنسانية. المساعدات التي تدخل عبر الممر المائي والتي دخلت منذ أيام؟ هل تتسلمون، هل تعرفون أي شيء عنها، ولماذا لا توزع حتى اللحظة؟ لا يوجد تفاصيل كافية لدي فيما يخص المساعدات التي تدخل عبر الرصيف المائي، ولكن ذكرنا مسبقا في الأونروا بأنه يعني أي طريقة لإدخال مساعدات مائية عن طريق البحر أو الجو يعني هي خطوة إيجابية ومرحب بها، ولكنها لا يمكن أن تغني بأي شكل من الأشكال عن إيصال المساعدات وتدفق الشاحنات عبر المنافذ البرية. هناك منافذ برية في قطاع غزة ولديها قدرة تشغيلية لإدخال على الأقل 500 شاحنة بشكل يومي، هذا ما تطالب به الأونروا منذ أشهر، إدخال هذه المساعدات وتدفقها عبر المنافذ البرية بشكل أساسي لأنها أكثر الطريقة الأكثر فعالية والأقل تكلفة، وأيضا الطريقة التي تضمن وصول المساعدات لجميع الأماكن وجميع من يحتاجها. هناك نازحون في اغلب الاماكن وهناك نازحون لا نستطيع مثلا الوصول اليهم، الطرق الاخرى لا تضمن وصول المساعدات لكل هذا العدد الكبير من النازحين، ونحن نتحدث ايضا عن ظروف معيشيه صعبه جدا جدا للنازحين، ينتقلون من نزوح الى نزوح ومعها تبدا رحله معاناه جديده ومشاكل اخرى، هناك انتشار في الامراض، هناك قله في الموارد، المياه غير صالحه للشرب مثلا، معظم الناس يشربون مياه ملوثة مع الأسف الشديد، على الرغم من يعني محاولاتنا لتوزيع عدد كميات كافية من مياه الشرب، لأنه الحجر العثرة يبقى دائما تقييد دخول هذه المساعدات، لم يعد يدخل ما يكفي من المساعدات، بالتالي لابد من إدخال هذه المساعدات بأي شكل، توفير طيب طرق أيضا آمنة أو فتح المعابر. سيدة إناس، أنتم أعلنتم وقف يعني توزيع المساعدات حتى إن يعني دخلت بسبب إعلان رفح منطقة عسكرية، وهناك يعني انعدام أمني لأعمالكم ولتشغيلكم. هل من الممكن انتقالكم إلى وسط قطاع غزة، أن تنتقل عمليات الأونروا إلى هناك ومن ثم توزع إلى باقي القطاع في حال طبعا دخلت المساعدات؟ يعني حتى هذه اللحظة الأونروا ملتزمة ببقائها في مناطق مدينة رفح وتقديم ما يمكن تقديمه من خدمات، لم يعد بالإمكان الوصول إلى مستودعات الأغذية مثلا في بعض المناطق من رفح نظرا لعمليات التوغل البري المستمر، ولكن لا نزال ندير بعض الخدمات الأخرى في مدينة رفح وملتزمون بتقديم الخدمات لأطول فترة ممكنة هناك، هذه هي المهمة الأساسية للأونروا، ولكن كما ذكرت يعني الظروف الأمنية تجعل المهمة مليئة بالتحديات، حركة الموظفين ليست بالسهلة نظرا لأنه عمليات مثلا القصف مستمرة، هناك أماكن لا يمكن الوصول إليها، كل هذا يحد من قدرتنا على إيصال المساعدات لأكبر قدر ممكن. الظروف الأمنية بشكل عام يعني تعد تحدي كبير لنا، لا ننسى أنه فقدنا حتى هذه اللحظة من موظفينا 189 موظف وموظفة، وهذا عدد كبير وصادم، لم يسبق لمؤسسة الأمم المتحدة أن فقدت مثل هذا العدد من العاملين في المجال الإنساني خلال صراع، بالتالي الظروف كلها غير مهيئة لتقديم الخدمات بشكل فعال، ولكن لا نزال ملتزمون بالحد الأدنى على الأقل تقديم ما يمكن تقديمه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لمن تبقى من النازحين والمدنيين في بعض أجزاء المدينة. يعني أيضا هناك تحذيرات أممية سيدة إيناس بانتشار المجاعة في مختلف مناطق القطاع إذا ظل الوضع على ما هو عليه، وظل التعنت الإسرائيلي بعدم إدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر. كم من الوقت لدينا قبل أن تقوم هذه المنظمات بإعلان المجاعة رسميا في القطاع؟ يعني أعتقد الوقت ليس في صالح النازحين المدنيين،
بشكل عام، يعني أيام قليلة ما لدينا من مخزون مثلا في باقي المناطق سيتأثر بشكل سلبي في حال استمرار عدم دخول هذه الإمدادات المنقذة للحياة. بالتالي هذا هو التخوف الأكبر، تكرار سيناريو الجوع، تكرار سيناريو عدم وجود أي إمدادات إغاثية، ونحن نتحدث عن كتلة بشرية هائلة في هذه المناطق، كل السكان بحاجة لهذه المواد الإغاثية. يعني لا ننسى أنه أغلب المدنيين الآن يعتمدون بشكل كبير شبه كامل على ما تقدمه الأونروا، ما يوجد في بعض المحال وإن توفر يعني قليل أولا، وثانيا معظم العائلات لا تمتلك حتى النقود الكافية لشراء حاجياتها. وأيضا نحن نتحدث عن قطاع تجاري شبه مهار أيضا، بالتالي يعني هذه كارثة محققة إذا ما لم يتم نعم، بالفعل التعامل معها بشكل جدي وإدخال المساعدات بشكل مستمر وكافي. شكرا جزيلا لك إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.